عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل يستمر، المنافسات متواصلة، التحديات متجددة في هذا الانطلاق المستمر مع هنا أيضا شوطنا الخامس خصص للأبكار مع الأشواط الإضافية الشاهينية. سلطان بن حمد بن محمد الشامسي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من الشاهينية ومبارك بن راشد بن منينة الشامسي على مستوى المركز الثاني، بينما أجد هنا أيضا الوصول مع المركز الثالث والتقدم من خلال الشاهينية، وراشد بن فايل الغيلاني يتقدم مع الشاهينية على مستوى المركز، هنا أيضا أبو حمود بن حميد الغيلاني يتقدم مع الشاهينية في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات والتقدم من الشاهينية، وأحمد بن عبد الله بن دحمة العامري يتقدم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أجد الوصول من الشاهينية، ومحمد بن أحمد بن نوره العامري يتقدم على مستوى المركز الخامس. تابع هذه الأسماء، تابع هذه الشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق، المنطلقة في هذا الإبداع المستمر الباحث عن ناموس وانتصار هذا الشوط. يا سلام على هذا الحضور، على هذا الانطلاق، على هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط الباحث عن ناموس وانتصار هذا المسار. ولكن الشاهينية على الصدارة تتقدم مع البداية. سلطان بن حمد بن محمد هنا أيضا بالعري الشامسي يتقدم مع الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى على المركز الأول في هذا الانطلاق، في هذا الإبداع المستمر على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذه هي الشاهينية مع انتصفت المسافة. ما شاء الله، 3 كيلومترات هي الرحلة لسن الحقائق في هذا الانطلاق. المركز الثاني الوصول من الشاهينية، ومبارك بن راشد بن منينة الشامسي على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية، أحمود بن حميد الغيلاني يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من الشاهينية، ومحمد بن أحمد بن نورة هنا أيضا العامري يتقدم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الأسماء، وصلت الشعارات في هذا الانطلاق، وصول هملولة وحميد بن راشد بن فالح الشامس يتقدم راعي سمحة في هذا الانطلاق. تابع هذه الشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق المنطلقة في هذا الإبداع المستمر، شوطنا 15 في مجموعة الأشواط الصباحية والشوط الخامس في الأشواط الإضافية. لمن يسجل من بين هذه الأسماء، من بين هذه الشعارات الحاضرة المشاركة بحثا عن الناموس، بحثا عن الانتصار في هذا المسار. ولكن الشاهينية بدأت تغير، الغيلاني بدأ يغير مع الصدارة، أحمود بن حميد الغيلاني يقدم لنا الشاهينية على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. يا سلام، هذا هو الغيلاني يتقدم مع البداية مع انطلاقة الشاهينية. أحمود بن حميد الغيلاني مع البداية على مقدمة الشوط يتقدم في هذا الانطلاق، في هذا الإبداع المستمر. يا سلام، المركز الثاني الشاهينية، سلطان بن حمد الشامسي يتقدم في هذا الانطلاق على مستوى المركز الثاني، ولكن الغيلاني الله الله على هذا الانطلاق، على هذا الإبداع مع الصدارة. هذه هي الشاهينية، والغيلاني يتقدم مع البداية. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية أحمود بن حميد الغيلاني، لك التحية على هذا الفوز والانتصار، وسلام السلطنة. هذه هي الشاهينية، لحظات وصولها إلى خط النهاية والعصا في الأبطان. المركز
المركز الثاني تواجد الشهرية وسلطان بن حمد العلي الشامسي، المركز الثالث تواجد هملولة وحميد بن راشد بن فالح الشامسي، أما رابع الأسماء التواجد في هذه اللحظات وحمد بن ضبون العامري من خلال تواجد الشاهنية إذا صح هذا التعبير. التوقيت الزمني في هذا الانطلاق، التوقيت الزمني في هذا الانطلاق يا سلام 4 دقائق، هنا أيضا التوقيت الزمني 4 دقائق 46 ثانية. تهانينا والناموس.